لماذا أتلقى أو لا أتلقى مضادات حيوية؟ إذا كنت مريضاً فأنت تذهب أحياناً لاستشارة طبيب المنزل، طبيب العائلة أو الطبيب العام. يسألك الطبيب عن شكواك ويقوم بفحصك جسديا. يقدم لك الطبيب تفسيرات ونصائح. في بعض الأحيان سيوصي الطبيب بالمضادات الحيوية، لكن عادة لا ينصحك بذلك. متى تساعد المضادات الحيوية؟ يمكن أن يمرض الإنسان من الفيروسات أو البكتيريا. تأتي معظم الالتهابات من فيروس مثل الإنفلونزا أو الزكام. المضادات الحيوية لا تؤثر أو ليست فعالة ضد الفيروسات، لذا فإن تناول المضادات الحيوية غير مفيد في حالة التهاب بفيروس، ولكن فعال في حالة التهاب بكتيري. لذلك لن يعطيك الطبيب مضادات حيوية في حالة التهاب بفيروس. تحدث بعض أنواع الالتهابات بسبب بكتيريا مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب المثانة. هذا هو السبب الذي يجعل الطبيب يعطيك في بعض الأحيان المضادات الحيوية لعدوى بكتيرية، ولكن ليس دائما، لأن الإنسان يمكن أن يتعافى من هذا الالتهاب بدون مضاد حيوي. يعطي الطبيب المضادات الحيوية عند الضرورة فقط، لأن المضادات الحيوية في بعض الأحيان لها أيضا آثار جانبية مثل الإسهال والطفح الجلدي الأحمر. الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يزيد من فرص خلق البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. في هذه الحالة تكون المضادات الحيوية غير فعالة، لأن البكتيريا أصبحت غير حساسة ضد هذه المضادات. متى يعطيك الطبيب المضادات الحيوية؟ هل لديك عدوى بفيروس مثل الزكام مع السعال؟ لن يعطيك الطبيب مضادات حيوية. مناعتك ودفاعاتك تجعلك تتحسن وتشفى. نم، أشرب وتناول الطعام جيدا. هل تعاني من عدوى بكتيرية مثل الالتهاب الرئوي؟ في هذه الحالة سوف يعطيك الطبيب أحيانا مضادات حيوية، ومع ذلك من المهم أن تتناول طعاما وشرابا صحيا وتنام جيدا. المضادات الحيوية تساعد دفاعاتك ومناعتك. ثق بطبيبك. طبيبك يعرف بشكل أفضل متى تحتاج إلى مضادات حيوية.